قل إذا دخلت المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل لي أن أصلي أولا تحية المسجد؟ يقول إذا دخلت المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل لي أن أصلي أولا تحية المسجد ثم أؤدي الفريضة، أم لا بد أن أبدأ؟ الفريضة تكفي عن تحية المسجد، إذا صليت الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم.